بسم الله. تمارين حول درس الأعداد الجذرية لمستوى السنة الثانية إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 8، قارن ما يلي: ناقص 25 على 35 وناقص 40 على 48، ثم قارن ناقص 24 على 60 وناقص 17 على 85، وبعد ذلك تقارن ناقص 250 على 300 وناقص 270 على 810، وأخيرا تقارن ناقص 341 على ناقص 573 وناقص 283 على 439. يلا خذ دفتر البحث وانقل هذه المعلومات ثم أنجز التمرين. يلا سأنتظرك. كيف العادة أوقف تشغيل الفيديو. يلا سنلتقي بعد لحظات. صافي انتهيت، يمكن نبدأ. يلا على بركة الله. يلا نشوف الآن التصحيح. لنقارن ناقص 25 على 35 وناقص 40 على 48، في رأيي كيف سنبدأ أو بماذا سنبدأ؟ نعم، أفضل شيء نقيم به هنا هو الاختزال. نختزل ناقص 25 على 35 ونختزل ناقص 40 على 48. يلا نبدأ بناقص 25 على 35. بكم يمكن الاختزال؟ صحيح، يمكن الاختزال بالعدد 5، فتصير كتابة ناقص 5 على 35 أو على 7 بعد عملية الاختزال. تقن إذا قسمنا البسط والمقام على ماذا؟ نعم، قسمنا البسط والمقام على 5. تقن نواصل. ناقص 40 على 48 بإمكاننا أن نختزل هنا بكم؟ نعم، يمكننا أن نختزل بالقيمة 8. ناقص 40 وناقص 5 في 8، إذا غادي نختزل ب 8، تصل كتابة ناقص 5 على ماذا؟ على 6. واضح. الآن ما هي المرحلة الموالية؟ فعلا توحيد المقامين، ثم بعد ذلك سنقارن البسطين. ما هو المقام الموحد؟ صحيح، هو 42. إذن سنضرب ناقص 5 في 6 و 7 في 6 تعطينا ماذا؟ زين، تعطينا ناقص 30 على 42، والأخرى نضرب البسط والمقام في ماذا للحصول على مقام يساوي 42؟ نعم، نضرب البسط والمقام في 7 تعطينا ناقص 35 على 42. متفقين؟ إذا الآن حصلنا على عددين جذريين لهما نفس المقام. لمقارنتهما نقارن ماذا؟ فعلا نقارن البسطين. ناقص 30 كيف هو بالنسبة لناقص 35؟ فعلا ناقص 30 أكبر من ناقص 35 أو أكبر من أو يساوي كما تشاء. إذن ناقص 30 على 42 بدوره أكبر من ناقص 35 على 42. طبقين. ثم نعوض. ناقص 30 على 42 ناقص 30 على 42 يمثل القيمة ناقص 25 على 35، هي نكتبها ناقص 25 على 35، والقيمة ناقص 35 على 42 هي هنا تمثل ناقص 40 على 48. نكتب ذلك. وهكذا توصلنا إلى المقارنة المطلوبة منا. نواصل. لنقارن ناقص 40 على 60 وناقص 17 على 85. إذن كالعادة، ما هو العمل الأول الذي سنقوم به؟ بالفعل سنختزل.
يلا نبدأ بناقص 24 على 60. بكم يمكن الاختزال هنا؟ نعم يمكن الاختزال ب 12، تعطينا ناقص 2 على 5. بإمكانك أن تتأكد من صحة هذا الأمر. ثم بالنسبة للكسر الثاني سنختزل ب 17 دفعة واحدة، وتعطينا ناقص 1 على 5. 17 إذا ضربناها في 5 تعطينا 85. إذن هنا لحسن الحظ حصلنا على مقام موحد. لاحظت أن الاختزال هنا نفعنا بشكل كبير جدا. إذن الآن سنقارن البسطين، وحيث أن ناقص 2 كيف هو بالنسبة لناقص 1؟ فعلا ناقص 2 أصغر من ناقص 1. نديرو هنا أصغر من أو يساوي، نبدلو شوية. فإن ناقص 2 على 5 بدوره أصغر من ناقص 1 على 5. متفقين؟ وناقص 2 على 5، العدد ناقص 2 على 5 يمثل القيمة ناقص 40 على 60، أي ناقص 24، ماشي ناقص 40 بل ناقص 24 على 60 هكذا. أصغر من ناقص 1 على 5، وناقص 1 على 5 كما ترى يمثل القيمة ناقص 17 على 85. هاي نكتبوها، وهكذا توصلنا إلى النتيجة المرجوة. نواصل. إذن لنقارن الآن ناقص 250 على 300 وناقص 270 على 810. يلا في رأيك كيف ستكون البداية؟ طبيعة الحال ستكون البداية عبارة عن مجموعة من الاختزالات. إذن نختزل أولا ب10، نزيل صفرا من اليمين كبداية مؤقتة أو كمرحلة أولى من مراحل الاختزال. نفس الشيء سنقوم بالنسبة لهذا العدد الجذري، سنختزل 10 وذلك بتشطيب على 0 من اليمين هكذا، فتبقى لنا ناقص 27 على 81. نتابع عملية الاختزال. يلا بكم يمكن الاختزال هنا؟ ناقص 25 على 30، بكم يمكن اختزالها؟ يعني نعم يمكن أن نختزل بالعدد 5 فتعطينا ماذا؟ صحيح ناقص 5 على 6. وبالنسبة للكسر الثاني بكم يمكن الاختزال؟ نعم يمكن الاختزال ب 27 دفعة واحدة، تعطينا 1 على 3. جرب ذلك، 27 إذا ضربتها في 3 تعطيك 81. إذا الآن نوحد المقامين، ترى ما هو المقام الموحد للعددين الجذريين ناقص 5 على 6 وناقص 1 على 3؟ فعلا المقام الموحد هو العدد 6. إذن للوصول إلى القيمة 6 يكفي أن نضرب البسط هنا والمقام في ماذا؟ نعم نضربه في 2 ستعطينا ماذا؟ صحيح ناقص 2 على 6 هكذا. تقين؟ نواصل. إذن الآن حصلنا على مقامين متساويين أو موحدين. الآن سنقارن البسطين، وحيث أن ناقص 5 كما تعلم أصغر من يساوي ناقص 2، أليس كذلك؟ فإن ناقص 5 على 6 بدوره أصغر من ناقص 2 على 6، أي ثم نعوض، ناقص 5 على 6 يمثل القيمة ناقص 250 على 300، أصغر من يساوي ناقص 2 على 6 يمثل القيمة ناقص 270 على 810. هادو هما اللي طلبوا منا نقارنهم، وهكذا نبقاو منسجمين مع
السؤال. نواصل لنقارن ناقص 341 على ناقص 573 والقيمة ناقص 283 على 439. في رأيك ما العمل هنا؟ كيف سنتصرف في هذا المثال؟ يلا تمعن جيدا في المعطيات. يلا بملاحظة بسيطة نلاحظ أن هذه القيمة ناقص 341 على ناقص 573 كيف هي؟ موجبة أم سالبة؟ صحيح هي قيمة موجبة، البسط والمقام لهما نفس الإشارة، إذن هذه القيمة موجبة، وهذه القيمة الأخرى ناقص 283 على 439 قيمة كيف هي؟ صحيح هي قيمة سالبة. وماذا نعرف عن العدد الموجب مقارنة مع العدد السالب؟ أيهما أكبر من الآخر؟ صحيح العدد الموجب يكون دائما أكبر من أي عدد سالب. إذ ماذا نستنتج من هنا؟ فعلا نستنتج أن ناقص 341 على ناقص 573 أكبر من أو يساوي ناقص 283 على 439، ولسنا في حاجة إلى الاختزال وإلى توحيد المقامات، والجواب بسيط كما سمعته قبل لحظات. متفقين؟ سنكتب ذلك. إذن عندنا ناقص 341 على ناقص 573 عدد جذري موجب، و ناقص 283 على 439 عدد جذري سالب. إذن ثم نعطي النتيجة النهائية بكل بساطة هكذا. وانتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.